السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم تصريحات تاع المدرب النيجر وين تكلم وين قال لهم ما نحن المنتخب الجزائري الكثير من الحلول والتسهيلات وتساهلنا معهم. احنا تساهل معنا ما تساهلش معنا، احنا تغلط تخلص غلط دوزياميتو. لعابة تاعك ولاو ولعابة تاعك كونديسيون، احنا لعابة تاعك ونستغلينا الكونديسيون، نقص الكونديسيون فيزيك تاع النيجر دوزياميتو من 60 دقيقة. قلتش لعابة تاعك وقفوا على بالي على وقفوا صحيح سيبو كاين روتو عندك يا خويا، بين حنة يدك. نعرف بلي كاع تبغي تبين حنة يدك تخسر 2-0، هاذيك كاع مي تزي روحك. لو كان تزي روحك مكاش مساهمة ومكاش تخسر 2-0 نورمال، نقولها لك ونعاودها لك، تخسر 2-0 عادي. وإن ظهر الناخب الوطني النيجيري جون ميشيل كافالي بالملامح حزينة سهرة الجمعة في مؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة، من أشبالي ونظرائي من مضيف الجزائري، وبدأ التقني الفرنسي كافالي مستاء من الهزيمة الثقيلة التي مني بها منتخب النيجر أمام منافس الجزائري بملعب الشهيد مصطفى بليدا لحساب تصفيات مونديال 2022. وقال جون ميشيل كافالي إن لاعبي منتخب النيجر ارتكبوا أخطاء بدائية سمحت للجزائريين بحصد فوز ساحق، وأشار إلى تسجيل هدفين بالخطأ لمصلحة الخضر وعرقلة فيغولي داخل منطقة العمليات وحصوله على ركلة جزاء وإن حولها محرز إلى هدف. وأضاف إن اللاعبين اختاروا لما سجلوا هدف في مطلع الشوط الثاني وتوهموا أنهم يستطيعون إلحاق بالمنافس ولم لا تعديل النتيجة، رغم أني حذرتهم من قوة أصحاب الأرض أبطال إفريقيا. قال لك هو مستعرف، هو يعرف اللي غادي تحل اللعب غادي تخلص. بريمير ميتو كي لعبونا بتكتل والكرات المرتدة اللي صح بريمير ميتو صح لعبتونا هذه كرات المرتدة السريعة اللي كان ميليو تيرا تاعنا كان غائب. هذا صح ميليو تيرا تاعنا كان غائب، هذه باش يكون على بالكم. كان عندنا ميليو تيرا تاعنا كغائب، وعندنا نهضروا صح وليتو بتمريره زوج توصلوا عندنا، توصلوا عند بدران وعند كيسموه ماندي. يعني ما نكذبوش على روحنا. بصح دوزيام ايطو كيما هدرتها انا هدرتها قلت بلي دوزيام ايطو عندنا ثقه في المدرب، عندنا ثقه في اللاعبين، خاصه الشوط الثاني يبقى تاع مدربين. وين في هذه المباراة وين جاما بالماضي فاز على كافالي، هذه المرة نستعرفوا هذه المرة وين محر بالماضي فاز على كافالي. قولوا زي ماركينا بريمير ميتو وماركينا في بداية الشوط الثاني، يعني بعد بداية الشوط الثاني سجلنا هدف وين كان هذا الهدف اللي كان مفتاح الفوز بنتيجة عريضة. الهدف تاع فيغولي اللي كان هو وما سجلوا على روحهم فيغولي داخل فيها وكلش، حنا نقولوا فيغولي وين سجلوا على روحهم، وكانت بدايه يعني مفتاح الفوز الساحق على النيجر. هذه باش يكون على بالكم. وأردف وين قال كافالي وين يقول أن محرز وزملاء كانوا يستفزون مدافعين نيجر رياضيا من خلال اختراق منطقة العمليات والدفاع لاعبيه لارتكاب أخطاء، مشي إلى أن خبرة أشبال بالماضي يعني وين فوتت عناصره صنع الفرق. وراح كافالي يسأل نفسه مع ذلك بالعروض الفنية الإيجابية التي قدمها المنتخب النيجر في الشوط الأول، وقال إنه جاء إلى الجزائر من أجل إظهار مثل هذه النوع من الأداء ومن مواجهة الخضر بالعاصمة نيامي مساء يوم الثلاثاء المقبل، والهدف المنتخب النيجيري في بقية التصفيات. قال كافالي إنه سيعمل
أولا على تصحيح الأخطاء، ثم الاجتهاد لتقديم أفضل عروض وحصد أفضل نتيجة. ورشح جون ميشيل كافالي المنتخب الوطني الجزائري لبلوغ الدور الأخير من تصفيات مونديال على الفوز الأول، ونسب توقعاته إلى قوة محاربي الصحراء سواء من ناحية الثراء التعددي أو قدرة على صناعة الانتصارات. أبين لكم أصحابي راه عطا راه مد كل شو صحيح. حنا دروك كافالي وين نحوس نتهم كافالي مد ما ماشي، حنا كلش في صالح المنتخب الوطني الجزائري. أنا وين نحوس على المنتخب الوطني وين فزنا بالأداء والنتيجة، والحمد لله يا ربي. وين المبروك للمنتخب الجزائري على المنتخب النيجر بالمستوى والنتيجة المبهرة. ونتمنى يعني بتأهل الجزائر كأس العالم، هذه اللي نتمناوها إن شاء الله بربي يبارك. كان المنتخب الوطني رانا في الطريق، وين رانا دروك في الطريق الصحيح، يعني رانا في الطريق الصحيح. رغم أن المشاكل تاع الملعب ولا مشاكل ما تهمنيش أنا، مشكلة تاع الملعب ولا مشكلة ولا مشي مشكلة، المهم حنا فزنا يعني في المباراة بالأداء والنتيجة. فزنا بالأداء والنتيجة، يعني فزنا بدون عناء أمام أشقاء تاع النيجر. حنايا المهم وين نشوفوا كيفاش كافالي كيفاش دار التصريحات. L'objectif que je m'étais donné, c'est que ce match nous serve à beaucoup de choses, comme nous a servi en Algérie ce match contre l'Argentine et le Brésil. Ça a été des déclencheurs, ça a été des matchs références, c'est ce qui a permis justement de faire épanouir cette équipe-là. Et bien là, c'est ce que j'étais venu rechercher, exactement la même chose. Voilà, c'est dommage que ça a duré 45 minutes. Moi, j'aurais pu perdre, il n'y a aucun souci, en perdant. Comme on a joué en première mi-temps, pour moi, ça aurait été un match référence. Je la valide. Cette première mi-temps restera quand même une référence si on veut continuer à progresser. Il ne va pas falloir non plus occulter cette deuxième mi-temps et bien leur faire comprendre et bien leur montrer en vidéo qu'on ne peut pas jouer à ce niveau si on commet des fautes comme celle-là. Ensuite, si l'Algérie nous craint avec, par rapport à la chaleur... Je pense pas que ça soit un obstacle pour eux. Je pense pas. Franchement, je pense pas que ça soit un obstacle pour eux. Vous vous rendez compte un petit peu la qualité de l'effectif. Ce soir, ils ont démarré l'équipe avec 4 joueurs en moins par rapport au match du Burkina Faso. Moi, j'ai rien remarqué de plus faible. Hein. Au contraire, j'ai remarqué quelque chose de plus fort même. Il y a un réservoir et un potentiel extraordinaire aujourd'hui pour cette nation. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition parce que vous pouvez faire quelque chose de très important pour la Coupe du Monde. Merci. حنا اللي غادي نروحوا كوب دي موند. حاجة اللي نقولها باللي حنا اللي غادي نروحوا كأس العالم. هذه هي ما شاء الله بربي. والله جلدناهم خويا الله يعطيك الصحة. هذه هي هذو هما التعليقات اللي كما يقول لك يطلعوا المورال، تعليقات اللي في صالح كما نقولوا حنايا المنتخب الوطني الجزائري. حنا كأنصار الله غالب، أنا كمناصر الله غالب، وين نحوس على المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي كلش يكون في صالح المنتخب الوطني. حنا كي ننتقد ولا كي نقول من ولا نقول نحوس على المنتخب الوطني، خاطش اليوم كاع رانا فرحان، البارح كاع فرحنا ونفرح ونربح نفرح. ما نحوسش على الاشخاص ولا نحوس على فلان ولا فلتان ولا نطلع فلان ولا نهود فلان، نحوس على بلادي، نحوس انا نفوز. هذه اللي نحوس عليها، هذه اللي نحوس عليها من التالي كاع.
منتخب وطني يبقى منتخب والدرابو يبقى يعني كل شيء مقدس فيه، يعني كل شيء مقدس فيه. هذه اللي نحوس عليها. حاجة وقت أخرى ما تهمنيش أنا، اللي بينتقد اللي بيقولك بلي يكره ليك الناس، لا أنا نهضر كمناصر فاستاد. الناس اللي معايا ويعرفوني فاستاد شحال المباراة تاع منتخب وطني أنا عاير، ما نكذبش عليكم أنا عاير تاع نشبع، وكيما نكون نفرح كيما كي نفرح. هذه هي.